ولكن هذه الأصابع تتماسك معا، تتماسك معا. ولو أنا افترضت أن الأصابع دي تكون زي بعضها، مش ممكن الإيد تشتغل كويس. ده قوة اليد في هذا التنوع. نشكر الله أنه أعطانا هذه الفرصة الطيبة أن يتكون هذا المجلس من أجل خدمة مصر الوطن الحبيب. نخدمه باعتبار أن كنائسنا وظيفتها الأولى وظيفة روحية، والوظيفة الثانية وظيفة اجتماعية، نخدم المجتمعات التي نعيش فيها. أكرر ترحيبي بحضراتكم جميعا، بكل المشاركين، وأفرح أن يكون لقائنا الأول يجمعنا جميعا بهذه المحبة التي أصلي أن تدوم لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. تفضل. قداسة البابا، الأحباء من كل الكنائس المصرية، في الحقيقة يعني مش عارف أستطيع أن أقول أنه كان حلما وأصبح حقيقة، والحلم راودنا جميعا في كل خدماتنا وكلماتنا التي كنا نتحدث عنها. كنا نتكلم نحلم بهذا اللقاء الذي يجمعنا معا شهادة للمسيح وللكنيسة للمجتمع. والواحد كان بيقول يا ترى في أيامنا هيتحقق، في حياتنا هيتحقق. 30 سنة بنصلي من أجل وحدة الكنائس، وفي كل مرة نقول يعني مش كفاية 20 سنة، 25 بنصلي، متى تستجاب الطلبة؟ وها قد شاء الرب أن يجمعنا معا. وأنا سعيد وأنا استمع إلى كلمات قداسة البابا تادروس. فعلا نحن نحتاج إلى أن نتكامل، نشهد معا للمسيح في أصعب الظروف وفي أحلك الأوقات. ستبقى المحبة. ولا أنسى كلمة قداسة البابا عندما قال وطالع لائحة المجلس، قال إنه جميل ورائع وينم عن المحبة، إنما لا توجد فيه كلمة المحبة wording كلمة. وقلت لقداسته اللائحة أو الدستور بين يديك، وضع الكلمة في أي مادة من المواد تراها، فهذا هو ما يجمعنا. الحب يجمعنا، المحبة رباط الكمال. وأنا أقرأ في القراءة اللي قرأتها في كلمات الرسول بولس في كورنثوس الأولى 13 في الأعداد الأولى منها، رأيت أن المحبة قادرة على التغيير ما لم نستطع أن تغيره القوة ولا السلاح ولا الجيوش، تغيره المحبة. والمحبة قادرة أن تعطي لنا التكامل عندما لا يوجد مكان. وأنا أفكر في فترة قريبة كان لنا في منطقة البحيرة كنيستان، لكن لظروف الهجرة وظروف تناقص العدد جدا. وفكرت الكنيسة الإنجيلية طالما الكنائس غير موجودة، فنقلت هذه الكنائس إلى مطرانية البحيرة في ذلك الوقت. وكنت سعيد وأنا أوقع الورق أنه هذه الأماكن ذهبت إلى كنيسة ولم تذهب إلى مكان آخر. وهذه هي أمنيتنا، أن نتكامل في المكان الذي لا يوجد فيه شريك لنا، ووجد شريك يحمل الرسالة، والرسالة هي شركة. المحبة التي تجمعنا لا يمكن أبدا أن تصبح حقيقة وواقع إلا إذا أيدت ببركات وعطية الروح القدس في حياتنا. فالروح هو الذي وحد كلمتنا، هو الذي يعطي لنا الشهادة في هذا المجتمع وفي هذه الأيام بالذات. نحن نعلم أنه عالم متغير، والظروف التي نوجد فيها في بلادنا أيضا متغيرة، ونحتاج إلى
قول الشاعر: كونوا جميعا يا بني إذا اجتمعتم ولا تتفرقوا أحدا، تأبى العصي تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحدا. كلمة الشيخ الذي جمع أولاده قبل رحيله لكي يعطيهم هذه الرؤية أن يجتمعوا معا حتى لا يتكسروا. إن في وحدتنا تعزية كاملة، نعزي أنفسنا ونعزي بعضنا بعض عند الملمات وعند الظروف الصعبة. الناس تتحدث عن تاريخ الكنيسة، وأنا دائما أقول لولا الشهداء ولولا دماء الشهداء ما بقيت لمصر مكان للمسيحيين. يوم أن دفع الشهداء الثمن حياتهم بقيت الكنيسة تمر على هذه الشهادة في بلاد أخرى. لم تكن التضحية بنفس المقدار وانتهت المسيحية تماما. لذلك نشكر الله من أجل سحابة الشهود الذين قدموا حياتهم لتبقى الرسالة وتبقى الشهادة. نحن استمرار لهذه التضحية الكبرى، وبجمعنا معا نستطيع أن نشهد مهما كلفتنا هذه الشهادة، أن نشهد بحياتنا حتى ولو كانت تحتاج إلى التضحية بالحياة نفسها، ليبقى المسيح الشاهد وليبقى عمل الله الباقي، ولتبقى الكنيسة بتنوعها كما ذكر قداسة البابا وليس باختلافها. فقد انتهى وقت الخلاف ووقت الاختلاف، لكننا نكمل بعضنا البعض ونجد الألوان الجميلة تعطي روعة وتعطي جمال أكثر كثيرا من اللون الواحد مهما كان له بريقه. لذلك ونحن ندشن هذا المجلس نفتخر به وننقله إلى أبنائنا وإلى أخوتنا وإلى زملائنا، بل سيبقى علم وستبقى نقطة متميزة ومميزة في تاريخ الكنيسة العامة في بلادنا. لذلك أنا سعيد جدا بهذا اللقاء، وأتمنى أن أولادنا وأحفادنا من بعدنا يستمروا على هذا النهج، ومهما كانت المشكلات أو العقبات معا نستطيع أن نحلها. لا نحتاج إلى أن نتفرق من مشكلة، لكن المشكلات نجتمع حولها لحلها ولا نتفرق لأن هناك مشكلة. يعطي الرب نعمة وبركة لكل كنائسنا لتبقى شاهدة عاملة بنعمة الله وبإرشاد روحه القدوس الذي له المجد والكرامة من الآن وإلى أبد الدهور. أمين. قداسة البابا وإخوتي في المسيح، كل رؤساء الكنائس المصرية، أولا بشترك معاكم في رفع الشكر للرب على هذه المناسبة السعيدة. على الأقل كمان بالنسبة لي أنا زي ما قلت في صلاة الوحدة هي هدية من الله لي قبل التنصيب، دي كمان هدية تانية كبيرة. لكن مفيش حاجة بتتبني على فراغ. أنا هنا بذكر معاكم كل الناس اللي تعبت قبل كده في المسيرة السابقة، الناس اللي فكروا في الموضوع، الناس اللي جهدوا علشان نوصل لهذه اللحظة. اللحظة دي مش هي ختام، لكن هي تتويج شوية للمجهودات اللي قبل كده وبداية مرحلة جديدة جميلة. ده الملحوظة الأولى. الملحوظة الثانية بالنسبة لي إنه هذا اللقاء يأتي في ختام صلاة الوحدة، كأنه الصلاة والوحدة في الروح تولد إبداعات وتولد ثمرة جميلة. فمعكم بشكر الله وبشكر كل الناس اللي تعبوا في تجهيز لهذا اليوم، اللي موجودين حاليا واللي غايبين عننا. النقطة الثانية انطلاقا من النص اللي أنا حبيت أشارك به، وهو رسالة القديس بولس إلى أهل فيليبي: كونوا على فكر المسيح. الوحدة والشركة جميلة، شيء يجذب دايما، ولكن دايما في البلاد بتاعتنا يمكن عندنا توجس
عند كلمة اتحاد وعند كلمة وحدة، وكأنه اتحاد ووحدة لابد أن يكون ضد شيء آخر، وده طبعا مش وارد بالمرة في لقاءاتنا واتحاداتنا. وإحنا بنحاول نكون نموذج مسيحي ونموذج لكل وحدة ولكل اتحاد، لكن الوحدة الحقيقية والشركة الحقيقية تنبع من الله، تمر بالبشر، توحدهم لتعيدهم مرة تانية إليه، فمن الله وإليه من خلال البشر. لكن أساس هذه الوحدة هو زي ما سمعنا كلنا، وأنا شايف أنه في القراءات المختارة بدون أن احنا نتفق عليها، تكامل كبير كما نريد أن نتكامل ككنائس وأشخاص. فالوحدة مبنية على محبة صادقة، محبة مثمرة، محبة متواضعة تفضل الآخرين على ذاتها. الشخص ينظر إلى ما فيه منفعة الآخرين ومنفعة الجميع، المصلحة العامة والخير العام على المصلحة الشخصية. والمحبة دي محبة متواضعة، والنموذج فيها هو ربنا. عشان كده القديس بولس بيقول كونوا على فكر المسيح، فكر المسيح الذي وهو الله لم يعتد مساواته لله اختلاسا ولكن أخلى ذاته. فهذه المبادرات جميلة وبداية طيبة جدا، لكن أنا مش يعني بخوف أو بقول حاجة، لكن نقول دايما أن هذه المبادرات هناك تحديات ليها، دايما سنواجه تحديات من الداخل ومن الخارج، فلابد أن احنا نكون واعيين بده. التنوع اللي بيننا محتاجين أنه يتحول إلى غنى مش صراع. فعشان كده صلاتي معاكم ومن أجل أن تكتمل وتنمو وتنضج، علشان نبقى عينينا على السماء، قلبنا يوحد الروح، ورجلينا على الأرض، وأيدينا متشابكة. شكرا. أصحاب الغبطة، البطاركة ورؤساء الكنائس، في البداية أتوجه بالشكر لصاحب الغبطة البابا تيودروس الثاني لاستضافته أول هذا اللقاء، أول لقاء لتوقيع على النظام الأساسي لمجلس كنائس مصر. كلنا هنا هو ان احنا مش غرب عن بعض، نعرف بعض. اتقابلنا مجلس كنائس الشرق الاوسط، نتلاقى جميعا في كنائسنا، كل كنيسة تتلاقى مع الكنيسة الاخرى في الكنيسة الاخرى. فمش غريب انه يكون هذا اللقاء نتيجة المعرفة للآخر. مجلس كنائس مصر، حابب بس عشان للتاريخ، ابتدت الفكرة كنا في اجتماع الجنرال أسيمبلي، الجمعية العمومية لمجلس كنائس الشرق الأوسط في أبروس. كان موجود معنا نيافة الأنبا بشوي، المطران غريغوريوس كوسا، الأسيس، ولو يفكرني حد، بس لو في حد تاني كان موجود معنا في الاجتماع، الدكتور صفوت البياضي والدكتور منير، نيافة المطران دكتور منير. كنا قاعدين بعد الاجتماع في الجنينة برا، فاكرين كلنا مش كده؟ وبعدين قلنا طب يا جماعة احنا، طب ما احنا كنايس مصر قاعدين مع بعض، ليه ما يبقاش عندنا مجلس خاص بينا؟ من هنا انطلقت الفكرة.